بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة التعليم الفني الصناعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. حلقتنا النهاردة مخصصة لطلبة الصف الثاني قسم تريكو آلي، وزي ما تعودنا إن احنا كل مرة بناخد مادة، المادة دي بتعلمني مهارة. احنا هنبدأ النهاردة مع بداية الترم الثاني، وأول مادة هناخدها النهاردة هي مادة المقايسات. طبعا انا اخترت مادة المقايسات لان دي المادة الوحيدة اللي بتبقى محققة لي قلق عند الطلبة والطالبات عندنا في قسم التريكو، مع انها مادة سهلة جدا وبسيطة. مشكلة المادة دي ان هي محتاجة مهارة الفهم والتفكير والتركيز، زي ما اتفقنا قبل كده ان مادة المعدات بتديني مهارة الفك والتركيب، عندي مادة الرسم الفني والتراكيب بتديني مهارة الرسم اليدوي والتدريب المهارات اليدوية، عندي مادة المقايسات اللي هي تعتبر من اهم مواد التخصص عندنا لسنة تانية وسنة تالتة، هي بتديني مهارة التفكير. هنبدأ النهاردة ان شاء الله مع اول درس معانا في الترم الثاني، وهناخد ناتج التطبيق. يعني ايه الاول؟ عايزين نعرف يعني ايه ناتج التطبيق. يعني لو انا مثلا مسكت ده خيط وده خيط وده خيط، وحطيت التلات خيوط دول مع بعض عشان اعمل لهم عملية اعداد، عشان ابدأ اعمل لهم عملية زاوية. طب هل الخيط اللي طالع من التلات خيوط ده هيكون نمرته ايه؟ ده اللي احنا هنقدر نعرفه النهاردة، وهنعرف مع بعض حالات التطبيق المختلفة بتاعتي. نبدأ مع بعض. دي مادة بداية مادة المقايسات بتاعتنا. اول درس عندي هنا اسمه ناتج التطبيق. ناتج التطبيق اللي انا لسه قايل عليه دلوقتي، لو انا حطيت كذا خيط مع بعض عايزه اعرف ناتج الخيط اللي طالع ده ايه. يعني لو انا خدت ده خيط وادي خيط تاني وادي خيط تالت وحطيتهم التلاته مع بعض كده قبل مرحله الزاويه، عايزه اعرف الخيط اللي طالع من الاتنين او التلاته دول نمرته ايه. عندي ناتج التطبيق هي اهم العمليات التحضيريه للخيوط بعد غزلها. ليه؟ عشان ابدأ اعمل لها عملية زاوية، يبقى انا بطبق الخيوط عشان ابدأ اعمل عملية زاوية. طيب عندي ايه هي حالات التطبيق؟ انا عندي تلات حالات للتطبيق، عندي تلات حالات للتطبيق. ايه هما التلات حالات؟ اول حالة عندي هي اتحاد الخامات واتحاد النمر. يعني ايه كلمة اتحاد الخامات واتحاد النمر؟ معنى كلمة اتحاد خامات واتحاد نمر يعني لو جه قال لي اوجدي ناتج تطبيق خيطين والاتنين قطن، يبقى في الحالة دي ان الاتنين متحدين، ان الاتنين ايه؟ قطن. لا ده مش كده وبس، ده قال لي كمان الاتنين نمرتهم 40 او نمرتهم 50 او نمرتهم 60، يبقى في الحالة دي هما متحدين في الخامة ومتحدين في النمر. النمر عندي واحدة للاتنين او التلاتة، والخامة برضو واحدة. طب هنحلها ازاي؟ يعني لو انا قلت مثلا مثال اوجد ناتج تطبيق خيطين من القطن نمرتهم 100، هيكون ناتج التطبيق ايه؟ هيكون 100 ولا 200 ولا 50؟ طبعا احنا في مادة المقايسات ما ينفعش ان انا اقول يمكن ويمكن، لا ده انا لازم يكون عندي قانون صريح ومباشر ابدا اكتب القانون واطبق عليه. عايزين نعرف دلوقتي في حالة اتحاد الخامات واتحاد النمر ناتج التطبيق بتاعي هيقول لي ايه؟ ناتج التطبيق هيقول لي نمرة الخيط المفردة على عدد الخيوط الفردية. نمرة الخيط المفردة على عدد الخيوط الفردية. أنا لسه مديها مثال دلوقتي وقلت لو قلت خيطين نمرتهم 100، يبقى معنى كده النمرة عندي المفردة كام؟ هي 100. طب وإيه هي عدد الخيوط؟ عدد الخيوط عندي أنا قايلة أوجد ناتج تطبيق خيطين، يبقى عدد الخيوط عندي 2، يبقى النمرة المفردة على عدد الخيوط الفردية. طيب ناخد أول مثال عندنا. عايزين دايما نركز في القانون ونفهم. بيقول لي أوجد ناتج تطبيق ثلاثة خيوط نوعهم إيه؟ من القطن. يبقى أنا في الحالة هنا مدياكي ثلاث خيوط والتلاتة نوعهم إيه؟ قطن. يبقى دي كده اتحاد الخامة، الخامة عندي هي القطن. طب ونمرتهم كام؟ 60. يعني الثلاث خيوط نمرتهم 60، يبقى دي الحالة الأولى اللي بتقول لي اتحاد الخامات واتحاد النمر، التلاتة قطن والتلاتة 60. طب احنا اتفقنا ان انا لازم عندي قانون. ايه هو القانون بتاعي بقى في الحالة دي؟ اقول له ناتج التطبيق بيساوي النمرة المفردة على عدد الخيوط الفردية. النمرة المفردة على عدد الخيوط الفردية. طيب احنا قلنا في المثال بتاعنا ان انا عندي تلات خيوط، قلت ان انا عندي تلات خيوط والتلاتة نمرتهم 60، يبقى هنقسم 60 على التلاتة هتطلع لي 20 قطن. جت منين العشرين؟ طبقت القانون اللي بيقول لي ناتج التطبيق بيساوي النمرة المفردة على عدد الخيوط الفردية. طيب
لو خدنا مثال تاني طبعا ده بيعتبر تطبيق مباشر، بيقولي اوجد ناتج تطبيق 5 خيوط من الكتان، الخمسة نوعهم ايه؟ كتان، ونمرتهم 50. يبقى برضو دي بتنطبق على الحالة الاولى اللي فيها الخامات واحدة والنمر واحدة. الخامات ان الخمسة كتان والخمسة نمرتهم كل واحدة فيهم نمرتها 50. يبقى احنا في الحالة دي هنطبق القانون بتاعنا اللي بيقول لي ناتج التطبيق بيساوي النمرة المفردة على عدد الخيوط. طيب احنا قلنا في المثال بتاعي كانوا كم خيط؟ كانوا 5 والخمسة كتان وكل واحدة منهم نمرتها 50. يبقى في الحالة دي هنقسم 50 على 5 هتساوي 10 كتان. يبقى انا كده جبت ناتج التطبيق. يبقى انا لو حطيت الخمس خيوط مع بعض اللي نمرتهم 50 هطلعهم في الاخر رقم 10. بيقول لي اوجد ناتج تطبيق 4 خيوط من الصوف الورستد. 4 خيوط من الصوف الورستد نمرتهم كام؟ نمرتهم 80. يبقى النمرة المفردة عندي كام؟ ها نبدأ بقى مع بعض كده. النمرة المفردة عندي 80 وعندي عدد الخيوط 4. بس هنا زود لي حاجة في المثال ده، زود لي حاجة، زود لي قال لي ايه؟ قال لي ثم اوجد الطول بالياردة لوزن 1 رطل. ايه ده؟ ده رجعني للترم الاول. ما هو الطول بالياردة ده كان عندنا ترم اول، واحنا دلوقتي شغالين الترم التاني. يبقى معنى كده ان مادة المقايسات، افهم من كده ان مادة المقايسات بتاعتي مادة متصلة وليست منفصلة. يعني مش مجرد ان انا امتحنت الترم انتهت على كده، لا، ده هي مادة متصلة معايا الترم الاول والترم التاني، بدليل ان احنا مع اول حلقة لينا في الترم التاني اول مثال عندي مديني فيه جزء من الترم الاول مع جزء من الترم التاني. يبقى مادة المقايسات يا شباب لازم نكون مركزين فيها كويس جدا، مش معنى ان احنا امتحنا المادة خلاص نرميها، لا، دي مهمة جدا انها تبقى مستمرة معنا. يعني المثال هنا نصين، النص الاول ترم تاني عشان قال لي اوجد ناتج التطبيق، اما النص التاني هو الترم الاول لان قال لي اوجد الطول باليارد. طبيعي ناتج التطبيق يبقى انا هجيبه عن طريق القانون، خصوصا دي الحالة الاولى اللي فيها اتحاد الخامات واتحاد النمر. طب ووجد الطول بالياردة، يبقى طبيعي لازم هرجع لقانون الترم الاول اللي بيقول لي الطول بالياردة بيساوي النمرة في الوزن بالرطل في الطول الثابت. طب نشوف مع بعض الحل بتاعنا. اول حاجة عندي هو قال لي ناتج التطبيق، يبقى اول حاجة لازم اعود نفسي ان انا اكتب القانون. اكتب القانون، القانون بيقول لي ناتج التطبيق بيساوي النمرة المفردة على عدد الخيوط الفردية. تمام، انا عندي 4 خيوط وكل واحدة منهم نمرتها 80، يبقى 80 على 4 هتطلع لي 20 صوف ورست. كده نص المسألة خلص اللي هو الخاص بالترم التاني. طبعا في الامتحانات واحنا داخلين على امتحان شهر مارس ما بتجيليش الجزئية دي، بس لان احنا دلوقتي خلاص الامتحانات على الابواب شهر مارس، وطبيعي ناتج التطبيق ده هو منهجي في شهر مارس للامتحان. يبقى انا لازم اراجع كويس، ارجع لمنهج الترم الاول وراجعه، لان مش هتجيلي مسألة ويقول لي اوجدي ناتج التطبيق ويسكت، لازم يكون ليها تكملة. التكملة كانت عندي هنا ايه؟ اوجد الطول بالياردة لوزن 1 رطل. طب نفتكر مع بعض كده قانون الطول بالياردة كان بيقول ايه؟ كان بيقول الطول بالياردة بيساوي الوزن بالرطل في الطول الثابت في النمر. طيب نشوف كده الجزء الثاني من حل المسألة، الطول بالياردة بيساوي النمرة في الوزن بالرطل في الطول الثابت. تمام، هشيل طبعا النمرة واحط رقمها اللي هو 20 اللي انا لسه مطلعاه، ووزن 1 رطل يبقى هشيله واحط 1، وهحط الطول الثابت 560 لان انا عندي دي نوع الخامة ورستد، طلعت لي الناتج 1200 ياردة. يبقى المسألة دي جمعت لي جزئين، جزء من الترم الاول مع جزء من الترم التاني. تمام، طيب ناخد تمرين تاني. بيقول لي اوجد ناتج تطبيق 4 خيوط من الصوف الولن نمرتهم 100. 4 خيوط من الصوف الولن نمرتهم 100، وطلب كمان الطول بالمتر. قال لي طلب اوجد الطول بالمتر لوزن 1 رطل. المسألة هنا بس مش فيها قانونين، لا ده فيها كمان تحويل، لان انا عندي القانون بيقول لي الطول بالياردة بيساوي النمرة في الوزن بالرطل في الطول الثابت. هو هنا مش عايز الطول بالياردة، هو عايز الطول بايه؟ عايز الطول بالمتر. يبقى معنى كده ان انا هحل المسألة دي على 3 خطوات. الخطوة الاولى هي الخاصة بالترم التاني اللي هجيب فيها ناتج التطبيق، وهطبق القانون النمرة المفردة على عدد الخيوط الفردية.
وبعد كده هعمل ايه؟ هجيب الطول بالياردة، بس هو مش عايزه بالياردة، وعشان اخد درجتي كاملة لازم اقرا السؤال كويس، هو عايز الطول بالمتر. يبقى بعد ما اطلع الطول بالياردة هبدأ احوله من ياردة الى متر. طب هنحوله ازاي؟ نرجع تاني لجدول الاطوال الثابتة اللي احنا حافظينه من الترم الاول، اللي انا بحول فيه من ياردة لمتر بضرب في 32 على 35. طب نشوف مع بعض خطوات الحل بتاعنا. اهي اول خطوة عندي، ناتج التطبيق بتساوي النمرة المفردة على عدد الخيوط الفردية. وزي ما اتفقت انا بحب دايما في حلولي اكتب القانون، مادة المقايسات بتاعتنا لازم اكتب القانون. طيب هما كانوا كم خيط؟ كانوا اربع خيوط، كانوا اربع خيوط والاربعة نمرتهم 100، يبقى 100 على الاربعة هتساوي 25 صوف ولن. طلب مني بعد كده الطول بالامتار اهو، تمام. هقول له انا ما عنديش قانون لطول بمتر، انا عندي قانون الطول بالياردة بيساوي النمرة في الوزن بالرطل في الطول الثابت، تمام. هبدأ اشيل النمرة واحط ال 25، هشيل الوزن بالرطل واحط 1، والطول الثابت هحط ال 256. طلعت الطول بالياردة 6400، بس كده المسألة لسه ما خلصتش، لان هو قال لي انا عايز الطول بالمتر. يبقى الخطوة اللي بعد كده هتكون تحويل من ياردة الى متر، وطبعا بضرب في 32 على 35. كده يبقى انا نهيت المسألة بتاعتي. ايوة شكل المسألة يجي لي كده في الامتحان مقسم لكذا جزء، الجزء الاول خاص بالترم الاول التاني بتاعي اللي هو ناتج التطبيق، وبعد كده ممكن يدخل لي جزء من الترم الاول اللي احنا المفروض مذاكرينه وفاهمينه وامتحنا فيه وعديناه على خير. لكن لازم نركز قوي ان مادة المقايسات بتاعتنا مادة متصلة وليست منتهية، يعني لازم نبقى حافظين جدول الموازين ومراجعينه كويس، حافظين الاطوال الثابتة لكل خامة، لان على اساسها انا بشتغل واكمل. جبت انا كده خلاص الطول حولته من ياردة الى متر زي ما هو عايز. طب الحالة التانية بقى، ايه هي الحالة التانية دي؟ عايزين نتكلم عنها شوية. الحالة التانية دي ايه؟ عايزين كده نشوفها بتقول لي ايه؟ اتحاد الخامات واختلاف النمر. اتحاد الخامات واختلاف النمر يعني ايه؟ يعني ايه الجملة دي؟ انا مش فاهماها. معنى كلمة اتحاد خامات احنا خدناها مع القانون الاول، ان كل الخامات اللي عندي هتبقى قطن، كتان، حرير، يعني خامة واحدة. الخامة واحدة هي اللي انا هعمل لها تطبيق، كذا خيط مع بعض والكذا خيط دول نوع واحد، تمام. دي اسمها اتحاد خامات. طب امال يعني ايه اختلاف نمر؟ دي بقى النقطه اللي هنتكلم فيها كويس قوي. معنى كلمه اختلاف نمر يعني معنى كده ان النمره مش واحده، لا ده ممكن تبقى 60 ومعاها خيط 40، معاها خيط 80، معاها خيط 30، يبقى في الحاله دي النمره مختلفه. طب ولو انا حبيت اطبق ناتج التطبيق اللي هو النمره المفرده هاخد انهي نمره؟ تفتكروا انتوا هناخد انهي واحده؟ طبعا ما ينفعش. يبقى في الحاله ديت انا محتاجه قانون تاني خالص. ايه هو بقى ناتج التطبيق بالنسبة لي في الحالة دي؟ اقول له في حالة اتحاد الخامات واختلاف النمر انا لازم اطبق قانون تاني بيقول لي ناتج التطبيق بيساوي النمرة الاولى في النمرة التانية على النمرة الاولى زائد النمرة التانية. نشوفه مع بعض اهو، ناتج التطبيق بيساوي النمرة الاولى في النمرة التانية على النمرة الاولى زائد النمرة التانية. دي الحالة التانية لناتج التطبيق، وانا بستخدمها امتى؟ في حالة اتحاد الخامات واختلاف النمر. طيب احنا متعودين دايما المقايسات بتاعتنا لازم تمرين عشان توضح معايا الصورة اكتر. بيقولي اوجد ناتج تطبيق خيطين من الكتان، يبقى هو كده متحد ان الخيطين نوعهم ايه؟ كتان. الاول نمرته 20 والتاني نمرته 30. الاول 20 والتاني 30. طيب يبقى في الحالة دي ينفع القانون الاولاني؟ لا طبعا، احنا اتفقنا ان القانون الاولاني ما ينفعش، يبقى انا لازم اطبق القانون الثاني اللي هو بيقول لي ايه؟ ناتج التطبيق بيساوي النمره الاولى في النمره الثانيه على النمره الاولى زائد النمره الثانيه، تمام؟ طيب انا عندي هنا هما كانوا خيطين، كانت واحده رقم 20 والثانيه رقم 30. يبقى 20 في 30 على 20 زائد 30، وطلعت الناتج 12، وطبعا نوع الخامة كتان لان هما من البداية الخيطين كتان. طيب نشوف تمرين تاني. بيقول لي اوجد ناتج تطبيق ثلاثة خيوط من القطن. ثلاثة من القطن، يبقى الثلاث خيوط قطن.
واحدة نمرتها 60 والتانية نمرتها 40 والتالتة نمرتها 50. دي بقى هنقف عندها شوي. انا عندي القانون بيقول لي ايه؟ النمرة الاولى في النمرة التانية على الاولى زائد التانية، ما قاليش النمرة التالتة. طب ينفع بقى وانا شغالة اقول له طب هنزود النمرة التالتة وهنزود النمرة الرابعة وهنزود النمرة الخامسة؟ لا طبعا ما ينفعش. يبقى انا في الحالة دي هعمل ايه؟ هعمل زي نظام كده ماتشات الكورة لما بنصفي ما بين كل فريقين، همسك كل نمرتين مع بعض. طب انا عندي هنا 3 مش 4، هعمل ايه؟ يبقى هاخد الاولى في التانية وفي الحالة دي هطلع لي خيط، يبقى ناتج التطبيق الاول وبعد كده اعمل ناتج تطبيق نهائي. يبقى انا في الحالة دي هعمل كام تطبيق؟ هعمل تطبيقين، ناتج تطبيق اول اللي فيه النمرة الاولى مع النمرة التانية، وانا سايبة التالتة على جنب لسه ما جتش عندها. لما صف الاثنين الاولانيين هبدا اخدها مع النمره الثالثه واعمل ناتج تطبيق نهائي. طب نشوف مع بعض خطوات الحل بتاعنا. ايوه اول حاجه عندي بكتب القانون زي ما احنا متعودين. طيب اول خيط عندي ايه كان كام؟ 60 و40. خد بالنا نكتب ايه؟ ناتج التطبيق الاول. ليه كتبت الاول؟ عشان ده مش نهائي، ده انا لسه هكمل عليه. الخامه الاولانيه كانت 60 والثانيه 40، يبقى 60 في 40 على 60 زائد 40 طلعتها 24. يبقى كده ناتج التطبيق النهائي بقى هاخد ال 24 اللي انا طلعتها من خيطين مع الخيط الثالث اللي هو نمرته 50، يبقى 24 في 50 على 24 زائد 50. في الحالة دي هتطلع لي 16 قطن. يبقى المسألة دي عايزين نركز فيها شوية. هو مداني هنا 3 خيوط، اداني 3 خيوط وانا عندي القانون بيقول لي ناتج التطبيق بيساوي النمرة الاولى في النمرة التانية على النمرة الاولى زائد النمرة التانية، ما قاليش في تالتة، ما قاليش عندي ان في نمرة تالتة. يبقى في الحالة دي بعمل ايه؟ بعمل عملية تصفية، باخد اول خيطين مع بعض اطلع منهم خيط وبعد كده باخد معايا الخيط التالت. يبقى انا بعمل كده كام ناتج تطبيق؟ بعمل 2 ناتج تطبيق، ناتج تطبيق اول للخامه الاولى مع الخامه الثانيه وناتج تطبيق نهائي مع النمره الثالثه. طب ناخد تمرين ثاني بيقول لي ايه؟ اوجد ناتج تطبيق 4 خيوط من الصوف الولن. اداني هنا 4، يعني المره اللي فاتت كان مديني 3، عملت ناتج تطبيق اول وناتج تطبيق نهائي. طيب هنا بقى اداني 4 خيوط، الاولانية 20 والتانية 40، التالتة 60 والرابعة 100. هنفكر كده مع بعض. طب سهلة قوي، ده كده هو بسطها لي. انا هاخد الاول والتاني، يعني 20 في 40 على 20 زائد 40، ويبقى ده كده الناتج الاول. وبعد كده هاخد الستين مع المية، يبقى 60 في 100 على 60 زائد 100. طلعت من ده خيط وطلعت من ده خيط، يبقى بعمل له ناتج التطبيق النهائي. طيب نركز مع بعض بقى في طريقة الحل دي، لان هي دي المسائل اللي دايما بتجيلي في الامتحان. يبقى اول حاجة ناتج التطبيق الاول هناخد العشرين والاربعين، يبقى 20 في 40 على 20 زائد 40، طلعتها 13.3 صوف. تمام. بعد كده هاخد ناتج التطبيق التاني اللي هما النمرتين التانيين اللي هما نمرتهم 60 و100. يبقى انا كده عملت كام ناتج تطبيق؟ عملت 2 ناتج تطبيق، ناتج تطبيق اول خدت فيه الخامة الاولى مع الخامة التانية، وناتج تطبيق تاني خدت فيه التالتة مع الرابعة. لو انا بصيت هنا في النواتج اللي عندي، طالعة عندي اول نمرة 13 والنمرة التانية 37، يبقى انا كده صفيت الاربعة خليتهم عندي كام واحدة؟ 2. يبقى انا بصفي عشان اوصلهم لحالة القانون بتاعتي اللي هي بتقول لي النمرة الاولى في النمرة التانية على الاولى زائد التانية. يبقى انا كان عندي 4 خيوط صفيتهم لخيطين. صفيتهم لخيطين ازاي؟ خدت الفتله الاولى مع الفتله الثانيه طلعت لهم ناتج تطبيق، وبعد كده خدت الثالثه مع الرابعه طلعت لهم ناتج تطبيق، وبعد كده اخدت اللي انا طلعتهم مع بعض وجبت لهم ناتج تطبيق نهائي. نشوفهم مع بعض. يبقى انا عندي دلوقتي جبت ناتج تطبيق اول وناتج تطبيق ثاني. طيب ناتج التطبيق النهائي بقى، طبعا هاخد النمرتين اللي انا طلعتهم من ناتج التطبيق الاول وناتج التطبيق الثاني اللي هو 13.3 وال 37.5، عملتهم الاولى في الثانيه على الاولى زائد الثانيه. طبعا طلع لي هنا كسر، انا في الحاله دي بقرب بس الناتج النهائي. نحاول دايما واحنا شغالين يا شباب ما اقربش اي رقم. ليه؟ لان ده ممكن يعمل له مشكله في الناتج النهائي، لكن ممكن الناتج النهائي هو اللي انا اقربه. طيب نكمل مع بعض.
الحالة التالتة. الحالة التالتة دي بقى احنا هنقف عندها شوية، اللي هي اختلاف الخامات واختلاف النمر. يعني ايه كلمة اختلاف الخامات؟ يعني معنى كده الخامة عندي مش هتبقى واحدة، ده مرة تبقى قطن، مرة تبقى كتان، مرة تبقى صوف، لكن مش زي بعض. طيب في الحالة دي هنعمل ايه بقى؟ لو احنا بصينا الاول تمرين، قال لي اوجد ناتج تطبيق بترقيم الحرير. الخيط الاول نمرته 60 كتان والخيط الثاني نمرته 20 حرير. هعمل ايه في المسألة دي وما عنديش قوانين تانية؟ يعني هو قال لي بقى يعني انت خدتي كده قانونين في ناتج التطبيق، مالكيش قانون ثالث، انت ظبطي الحالة الثالثة دي عشان تبقى متناسبة معاكي مع الحالة الاولى او الحالة الثانية. طب في الحالة دي هعمل ايه؟ انا عندي القانون الاولاني بيقول لي النمرة المفردة على عدد الخيوط، طبعا ما ينفعش، وعندي القانون الثاني بيقول لي النمرة الاولى في النمرة الثانية، وده برضو ما ينفعش. يبقى في الحالة دي هعمل ايه؟ هرجع اظبط حسب ناتج التطبيق. هو قايل لي هنا في المسألة عايز ناتج التطبيق بايه؟ بالحرير، عايز الناتج يكون بالحرير. يبقى انا لازم اخلي كل الخامات اللي عندي حرير، بحيث ان انا اوصلها يا اما للحالة الاولى يا اما للحالة التانية اللي بتبقى فيها الخامة متحدة. طب انا هوصلها ازاي؟ نرجع بقى بالذاكرة ورا كده للترم الاول، كنا واخدين حاجة اسمها النمرة المعادلة، نفتكرها مع بعض كده. كانت بتقول ايه النمرة المعادلة؟ بتساوي النمرة المعلومة في طول شلتها على طول الشلل النمرة المطلوبة. كان عن طريق القانون ده انا ممكن احول اي خامة للتانية، يعني احول من قطن الكتان، احول من كتان لحرير، احول من صوف لقطن. يبقى انا بحول اي خامة انا عايزاها عن طريق قانون النمرة المعادلة. طب نشوف نطبقها ازاي مع بعض. هنا مدينا هم التلات خيوط عندي، واحدة 60 كتان والتانية 20 حرير والتالتة 40 قطن. اهم حاجة عندي هبص هو عايزها بايه؟ عايزها بترقيم ايه؟ الحرير، يبقى لازم التلات خيوط اللي قدامي دول يبقوا حرير. طب انا شايفة ان اللي في النص بس هي اللي حرير، يبقى الكتان دي هحولها لحرير والقطن برضو هحولها لحرير. يبقى اول خطوة عندي في الحل هي قانون النمرة المعادلة، النمرة المعادلة اللي هي بتساوي النمرة المعلومة في طول شلتها على طول الشلل النمرة المعادلة. النمرة المعادلة بتساوي النمرة المعلومة في طول شلتها على طول الشلل النمرة المعادلة. تمام. طب أنا كانت أول خامة عندي كانت إيه؟ كانت رقم 60، كانت رقم 60، يبقى 60 في 300 وانا عايزاها قطن، يبقى بتحول لواحد وعشرين واربعة من عشرة عندي. يبقى حولت الستين ضربتها في التلتمية اللي هي الكتان وحولتها خليتها الى حرير. يبقى انا كده حولت الخامة الاولانية من كتان الى حرير. طيب الخامة التانية، الخامة التانية اصلا عندي حرير، يبقى لكن الخامة التالتة كانت عندي اربعين قطن، وطبعا نمرة القطن زي الحرير نفس الطول الثابت فهتفضل زي ما هي ما فيهاش تغيير. فهنعمل ناتج التطبيق الاول اللي هو 21.4 من عشرة، اللي هي اللي انا حولتها من كتان الى حرير، وهضربها في 20 وارجع اجمعهم تاني، يبقى 21 زائد 20 طلعت لي 10.3 من عشرة حرير. يبقى كده ناتج التطبيق الاول. ناتج التطبيق الاول عملت ايه؟ حولت الاول الخيط الاولاني من كتان الى حرير عن طريق قانون النمرة المعادلة، طلعته 21.4 من عشرة، خدته مع النمرة التانية اللي هي أصلا حرير وطلعت لها ناتج التطبيق الأول. طب كده خلصت المسألة؟ لا لسه، احنا لازم عندنا في ناتج تطبيق نهائي. هاخد العشرة وثلاثة من عشرة اللي طلعت مع الاربعين. ايه هي الاربعين دي؟ كانت نمرة الخيط الثالث بس كانت قطن. طب ما احنا قلنا ان القطن والحرير طولهم الثابت واحد، هو 840، يعني النمرة واحدة، يعني 40 قطن هتساوي 40 حرير. يبقى 10 و 3 من 10 هنضربها في ال 40 ونجمعهم تحت وهنطلع ناتج التطبيق النهائي اللي هو طلع 8.1 من 10، يعني بالتقريب 8 حرير. يبقى احنا في الحالة دي، هي حالة، الحالة دي حالة دسمة عشان بيبقى فيها مجموعة من التحويلات. الحالة دي حالة مليانة وبتبقى صعبة جدا لما بتيجي عندنا في الامتحان، بس مع التركيز انا اهم حاجة عندي اشوف هو قال لي اوجد ناتج التطبيق يكون بايه. قال لي قطن، يبقى الخامات كلها لازم تكون قطن. قال لي حرير، يبقى لازم الخيوط كلها تبقى حرير. قال لي كتان، يبقى لازم كلها تبقى كتان. هي دي الاساس عندي،
وبعد كده ببدا اعمل ناتج تطبيقي سهل جدا. طب انا بحول الخامات دي ازاي؟ عن طريق ايه؟ عن طريق قانون النمره المعادله اللي احنا واخدينه الترم الاول. محدش يقول لي بقى الترم الاول خلص ونسينا، لا ده احنا نحاول نراجع، لان زي ما انا قلت ماده المقايسات ماده محتاجه تفكير وفهم وتركيز، وبالتالي هي ماده متصله معايا من الترم الاول للترم الثاني، وان شاء الله كمان لما نطلع مع بعض سنه ثالثه هتلاقي نفسك شغاله بنفس منهج سنه ثانيه. طيب نكمل مع بعض ونشوف مثال ثاني. طيب قبل ما نبدا التمارين المتنوعه بتاعتنا، احنا عايزين نشتغل بايدينا شويه، يعني عايزين نعمل شويه مسائل كده ونبدا نحلها مع بعض. نبص كده مع بعض، ده كده اول مثال عندي هنبدا نشتغله مع بعض على الورق والقلم اهو. بيقول لي اوجد ناتج تطبيق خيطين من الكتان، نمره الاول 90 والثاني نمره 60، ثم اوجد عدد ياردات 25% رطل من هذا الخيط المطبق. ده كده اول مثال عندي عايزين نبدا نشتغله بايدينا. بيقول لي ايه؟ اوجد ناتج تطبيق خيطين من الكتان. الخيطين نوعهم ايه؟ الخيطين نوعهم كتان. نمره الاول عندي كام؟ نمره الاول 90، نمره الاول 90 عندي، والتاني نمرة 60، يبقى كم خيط؟ خيطين واتنين نوعه ايه؟ واحد. يبقى دي الحالة الأولى اللي هي عبارة عن ايه الحالة الأولى؟ اتحاد الخامات واختلاف النمر عندي، لأن أنا عندي هنا دلوقتي النمرة الأولى 90 والنمرة الثانية 60، لكن اتحاد الخامات إن الاتنين نوعهم واحد هو الكتان. طب احنا هنعمل رسمة صغيرة كده أبدأ على أساسها أحل. لو انا جيت قلت ان ده خيط وده خيط تاني اهو، الخيط الاولاني ده نمرته قلنا ان هو 90 والخيط التاني قلنا ان هو نمرته 60، لكن الاتنين نوعهم كتان، يبقى الخيط الاولاني 90 والخيط التاني 60 لكن الاتنين نوعهم كتان، يبقى ده الحالة الايه؟ الحالة التانية اللي هي اتحاد الخامات واختلاف النمر. انا عايزه اعرف لو انا خدتهم كده مع بعض اهو كده وطلعتهم خيط واحد، الخيط اللي طالع ده هتبقى نمرته كام؟ طبيعي هو هيبقى نوعه كتان. ليه نوعه كتان؟ علشان خاطر هو من البدايه قال ان الخيطين ايه؟ من الكتان. طيب واحده نمره 90 والثانيه نمره 60، هقول له ايه؟ اول حاجه بكتب القانون، يبقى ناتج التطبيق هيساوي، ناتج التطبيق بيساوي ايه؟ النمره الاولى في النمره الثانيه على النمره الاولى زائد النمره الثانيه، يبقى النمره الاولى في النمره الثانيه على النمره الاولى زائد النمره الثانيه. يبقى اول حاجه انا كتبت القانون. طب بعد كده بقى هيساوي ايه؟ هبدا امسك الاولاني، هو الاولاني نمرته كام؟ احنا اتفقنا الاولاني نمرته 90، ادي 90. طيب والتاني نمرته كام؟ التاني نمرته 60، يبقى 90 في 60 ده فوق. طب وتحت هيبقى 90 زائد 60، طبعا بنحسبها على الآلة وبنطلع الرقم بتاعها طلعت 36 ودي نوعها كتان، يبقى الخيط ده طلع لي كتان ونمرته 36. طب هي المسألة خلصت كده؟ لا لسه ما خلصتش، ليها بقية. ايه هي بقيتها بقى؟ قال لي ثم اوجد عدد ياردات 25% رطل من هذا الخيط المطبق، يعني الخيط اللي انا طلعته وطبقته ده، الخيط الناتج ده عايز يعرف عدد ياردات لما يبقى وزنه كام؟ 25% رطل. يبقى انا هقول له اطبق له القانون، هقول له الطول بالياردة بيساوي النمرة في الوزن بالرطل في الطول الثابت. تمام كده؟
ده القانون بتاعي، طب هبدأ أعوض. هي النمرة هنا طلعت لي كام؟ 36، يبقى هشيل النمرة وأحط 36 في الوزن بالرطل، أهو هو مديهوني أهو في المسألة 25% أهي، في ها نوع الطول الثابت، هو نوع الخامة إيه؟ كتان، والكتان كام؟ 300، وهطلع الرقم بتاعي وهيبقى الطول باليارد. يبقى تاني المسألة دي قال لي ايه؟ قال لي اوجد ناتج تطبيق خيطين من الكتان نمرة الاول 90 والتاني نمرة 60، ثم اوجد عدد ياردات 25% رطل من هذا الخيط المطبق. عملت انا الرسمة البسيطة دي عشان اسهل معايا، اهو عبارة عن ادي الخيط الاول وادي الخيط التاني، واحد نمرته 90 والتاني نمرته 60، لكن الاتنين نفس النوع هو الكتان. لو انا خدت الاتنين مع بعض بقى وعملتهم خيط مطبق هتطلع نمرته كام؟ طبيعي ان هو نوعه كتان، لكن النمرة هتبقى ايه؟ هقوله النمرة الاولى في النمرة التانية على النمرة الاولى زائد النمرة التانية. طلعتها هنا 36 كتان، طلعت عندي هنا النمرة 36 كتان، لكن هنا المسألة لسه ما خلصتش لان ليها جزء تاني. ايه هو الجزء التاني بقى؟ بيقول لي ثم اوجد عدد ياردات 25% رطل، اهي يبقى انا في الحالة دي هعمل ايه؟ هطبق قانون الطول باليارد اللي احنا واخدينه الترم الاولين، اللي هو بيقول لي الطول باليارد يساوي النمرة في الوزن بالرطل في الطول الثابت. النمرة انا طلعتها هي 36، الوزن بالرطل هنزله 25%، والطول الثابت 300 عشان نوع الخامة كتان، ضربتهم في بعض طلعت الطول باليارد. دي كانت اول مثال معانا. طيب نشوف مثال تاني. طبعا المثال ده كان سهل وبسيط وما فيهوش اي حاجة، كان الاتنين نوع الخامة بتاعتهم كتان، وواحدة منهم نمرتها 90 والتانية 60، وكان عايز يعرف ناتج التطبيق بتاعي هيطلع الخيط نمرته كام، وبعد كده عايز الطول باليارد لوزن ربع رطل او 25% رطل. المشكله في الباب ده ان هو مرتبط بالباب بتاع الترم الاولاني، لان دايما المساله بتجيلي من جزئين، جزء خاص بالترم الاول وجزء خاص بالترم الثاني، فناخد بالنا قوي من النقطه دي ان احنا نبقى مراجعين كويس قبل ما نبدا حل. طيب نبص مع بعض للتمرين الثاني. يقول لي يراد تشغيل قماش تريكو بتطبيق خيطين اثناء التشغيل، بتطبيق خيطين اثناء التشغيل. الخيط الاول نمرة 60 حرير والثاني 60 ورستد، يبقى انا هنا مديني كام خيط؟ مديني خيطين، الاول نمرته 60 حرير والثاني 60 ورستد. اوجد ناتج التطبيق الخيطين معا، بس عايزه بترقيم ايه؟ بترقيم القطن، وهو ده اللي انا قلت على اساسه هيتحدد كل حاجه. هو عايز دلوقتي ناتج التطبيق يكون بترقيم القطن. بيقول لي ثم اوجد الخيط الذي يزن، طول الخيط الذي يزن 40 درام. طيب انا هقسم المساله دي عندي الجزئين، همسك الجزء الاولاني اللي هو قال لي عايز ناتج التطبيق، وهعمل نفس الرسمه بتاعتي كده، ادي ده خيط وادي ده خيط تاني اهو. قال الخيط الاولاني نمرته 60 حرير والتاني نمرته 60 ورستد، يبقى ده الخيطين بتوعي، عايز يعمل ناتج تطبيق ما بينهم اهو، كأن انا حطيت الخيطين مع بعض عشان اجهزهم لعملية الزاوية. عايز يعرف الخيط اللي طالع ده الناتج من تطبيق الاتنين دول. اولا هو عايزه يكون لي نوع خام، عايزه يكون ايه؟ عايزه يكون قطن، دي اول حاجة، عايز الخيط اللي طالع ده يكون قطن، وعايز نعرف نمرته هتبقى كام. عايز يعرف هتبقى نمرته كام. اول حاجة هقول له طيب انا عندي لازم دول كده خامات مختلفة، يبقى دي الحالة الايه؟ الحالة التالتة اللي احنا اتفقنا ان ملهاش قانون. طب في الحالة دي هعمل ايه؟ هقول انا عايزها قطن، يبقى هخلي الحرير دي القطن، وهخلي الورست دي برضو قطن، يبقى في الحالة دي خليت الخامات ايه؟ واحدة. والله لو طلعت النمرة واحدة يبقى الحالة الاولى، لكن لو طلعوا النمرة مختلفة تبقى الحالة التانية. طيب هنا هنبص، هي الستين حرير دي احنا اتفقنا ان الحرير نمرة الحرير تساوي القطن،
ليه تساوي القطن؟ ما احنا قلنا لان الاتنين طولهم الثابت كام؟ 840 ياردة. الحرير والقطن زي بعض، طولهم الثابت كام؟ 840. يبقى في الحالة دي لو قلت 20 حرير هي 20 قطن، قلت 30 حرير يبقى هي 30 قطن. انا هنا قايلة انها 60 حرير، يبقى هتبقى 60 ايه؟ قطن. يبقى دي كده ما بقتش 60 حرير، دي بقت 60 قطن. طيب عايزين بقى التانية نخليها قطن. ها هطبق ايه؟ هطبق قانون النمرة المعادلة، اللي هو بيقول لي النمرة المعادلة هتساوي النمرة المعلومة في طول شلتها على طول الشلة للنمرة المطلوبة. ده القانون بتاعي. طيب هعوض، هي النمرة المعلومة عندي كام؟ أيوة 60 أهي. نوعها إيه؟ ورستد، يبقى بضرب فيه 560، لأن طول الشلة اللي ورستد 560، وأنا عايزاها قطن يبقى هقسم على 840. يبقى دي أول حاجة عملتها في خطوات الحل بتاعتي، قلت النمرة المعادلة هتساوي النمرة المعلومة في طول شلتها على طول الشلة للنمرة المطلوبة. النمرة عندي كام؟ 60، نوعها ورستد بقى بضرب في 560 وأقسمها على 840 علشان أنا عايزاها بترقيم القطن. تمام؟ هتطلع تساوي 40 قطن. هقول له استنى بقى، يبقى هنا في الحالة دي ما بقتش 60 ورستد، دي بقت 40 قطن. طب نبص لها كده، بقت دلوقتي دي 60 اهي ودي 40، والاثنين ايه؟ الاثنين ايه؟ الاثنين قطن، وانا عايزه ناتج التطبيق بالقطن. يبقى دي انهي حاله؟ الحاله الثانيه. يبقى هقول له ناتج التطبيق هيساوي النمره الاولى في النمره التانية على النمرة الأولى زائد النمرة التانية. وزي ما احنا اتفقنا لازم وانا شغالة ابقى حافظة القوانين كويس عشان بعوض بيها، لان بيبقى عليها درجات. طب يساوي، هي النمرة الأولى عندي كام؟ طلعناها اهو 60 اهي، يبقى 60 في النمرة التانية طلعت 40 على 60 زائد 40، وهتطلع 24 قطن. طب انا كده حليت المسألة؟ لا، ده انا يدوبك لسه حليت يدوبك نصها بس. انا كده جبت له ناتج التطبيق ده للخيطين معا بترقيم القطن. يعني انا حليت كده النص الاولاني من المسألة. هو كان قايل لي ان المسألة عبارة عن يراد تشغيل قماش تريكو بتطبيق خيطين اثناء التشغيل. قال الخيط الاول نمرة 60 حرير والتاني 60 ورستد. بيقول لي ثم اوجد ناتج تطبيق. اوجد ناتج تطبيق ايه؟ الخيطين معا بترقيم القطن. يبقى انا حليت النص الاولاني ده، جبت له كده ناتج التطبيق للخيطين بايه؟ بترقيم القطن. طلعت الناتج التطبيق النهائي بتاعي اللي هو طلع 24. طب النص الثاني بقى من المساله بيقول لي ايه؟ ثم اوجد طول الخيط. ثم اوجد طول الخيط الذي يزن 40 درام من الخيط الناتج، اللي هو الخيط اللي طلع لي ده اللي هو نمرته 24. عايز يعرف طوله قد ايه لما يبقى وزنه كام؟ 40 درام. هقول له طب احنا ما بنشتغلش بالدرام، انا بشتغل بالرطل. يبقى اول حاجه عندي، انا هنا عجبت في المساله، قلت لقيت ان هو هيبقى طالب مني كذا حاجه. اول حاجه طلب مني ناتج التطبيق، فجبت ناتج التطبيق للخيطين الاول. طب جبتهم ازاي؟ جبت نمره معادله عشان كان عندي نوع خامه مختلف، ظبطتهم كلهم ان هم يبقوا الاثنين قطن. يبقى في الحاله دي وصلتهم لناتج التطبيق للحاله الثانيه اللي هي اتحاد الخامات واختلاف النمر. طبقت القانون وطلعت له ناتج التطبيق، لكن هو هنا لسه المساله ما خلصتش، لانه طالب مني الطول بالياردة لوزن 40 درام. يبقى انا هرجع تاني واكمل المساله واقول له تحويل من درام الى رطل. ليه انا بحول من درام لرطل؟ لان انا عندي القانون بتاعي بيقول لي الطول بالياردة يساوي النمرة في الوزن بالرطل في الطول الثابت. تمام؟
طيب نرجع بقى لجدول الموازين اللي احنا حافظينه، ان الواحد رطل في كم درام؟ في 256 دي رام. ناخد بالنا دي رام مش جرام، يعني بالدال. يبقى الواحد رطل في 256 دي رام. طب انا عندي كم دي رام؟ عندي 40 دي رام، وهنا سين اللي هو الوزن بالرطل بتاعي، طرفين في وسطين، يعني الكامل على الناقص. طيب الكامل على الناقص دي يبقى 1/40 على 256. اطبق اهو، 1/40 اهو على 256. يبقى انا كده جبت الوزن بالرطل اهو، هيساوي 156 من 1000 رطل. اقدر في الحاله دي بقى اطبق القانون، لان الوزن بالرطل اهو موجود، والنمره انا مطلعاها عندي في الجزء الاولاني، والطول الثابت انا حافظاه. هبدا اعوض اهو، هشيل النمرة واحط 24 اهي، اللي انا طلعتها من ناتج التطبيق. تمام، في هشيل الوزن بالرطل واحط الوزن اللي انا طلعته اهو، في انا عندي الطول الثابت، هي نوع الخامة ايه؟ نوع الخامة قطن اهو، يبقى هضرب في 840. يبقى انا كده حطيت النمرة، شلت اهو من القانون النمرة، حطيت رقمها 24، شلت الوزن بالرطل، حطيت الوزن اللي انا حولته، شلت الطول الثابت او العدد الثابت بتاعي وحطيت 840 لان دي نوعها قطن، هتساوي 3145 ياردة تقريبا. طبعا لان دايما اخر ناتج ممكن يبقى فيه تقريب. يبقى انا دلوقتي اهو تاني المسألة اللي اهي كانت عندي منقسمة الى جزئين، الجزء الاولاني، الجزء الاولاني كان عايز الخيط الاول نمرته 60 حرير، والخيط الثاني نمرته 60 ورستد. عملت ناتج التطبيق ما بينهم، وبعد كده قبل ما اعمل ناتج التطبيق كان لازم ان انا اعمل التحويل عشان اخليهم الاثنين نفس النوع والاثنين نفس الخامه. بس انا كده المساله ما خلصتش عندي، لان كان طالب مني بعد كده قال لي ثم اوجد طول الخيط الذي يزن 40 درام. جبت الوزن بتاعي، حولت من درام لرطل، وطبقت القانون. كده يبقى المسألة دي خلصت. طيب عندي مسألة كمان بتقول لي اوجد ناتج التطبيق اهي، اوجد ناتج تطبيق بالولن المعادل لثلاث خيوط. عندي كم خيط هنا؟ عندي ثلاث خيوط. الاول 32 قطن، ده كده الخيط الاولاني. الخيط الثاني نمرة 48 ورستد، والخيط الثالث مديني ليه طول ومديني ليه وزن، مديني ليه طول ومديني ليه وزن، لكن مش مديني النمر، مش مديني النمر. طيب يبقى انا عندي هنا لو انا حبيت اعمل الرسمه بتاعتها كده، الرسمه دي بتساعدني ان انا بشتغل بيها اهي. دول الثلاث خيوط، الاولاني 32 قطن، والتالي 48 ورستد، والثالث طوله 1120 ووزنه 2 اونس. الاونس دي طبعا هي الاوقية. وعايز يعرف ناتج التطبيق، اقول له ناتج التطبيق بترقيم الايه؟ الولن. يبقى لازم الاولى تبقى ولن، والثانية ولن، والتالتة ولن. تمام؟ هي التالتة بس عندي هي اللي ولن، ومديني ليها طول ومديني ليها وزن. فأول حاجة هعملها هجيب الوزن بتاعي، يبقى أنا هقول له تحويل من اونس الى رطل. ليه؟ عشان اطبق قانون النمرة تساوي الطول بالياردة على الوزن بالرطل في الطول الثابت. ده القانون بتاعي، لان انا ما عنديش هنا نمرة، يعني انا عندي الاولى نمرة وفي الثانية نمرة، لكن ما عنديش في الثالثة نمرة، يبقى انا لازم اجيب للثالثة الاول نمرة. طيب عشان احول انا عندي الواحد رطل في 16 اوقية، ما هي الاوقية هي الاونس. طب انا عندي هنا كام؟ 2 اونس، وهنا سين، يبقى طرفين في وسطين، يبقى 1/2 على 16. يبقى انا كده جبت الوزن بتاعي 125 من 1000 رطل. تمام كده، يبقى الخطوة التانية ان انا هجيب النمرة. انا عندي 1120 ده الطول بالياردة، هشيل الوزن
بالرطل واحط الوزن اللي انا طلعته اهو. نوع الخامة دي وولن يبقى 256، طلعت 35 وولن. يبقى الخيط الاولاني 32 قطن، والخيط التاني 48 ورستد، والخيط التالت 35 وولن. هرجع للمسألة بقى، هو عايز ناتج التطبيق بايه؟ دي باينة قوي اهي، عايزه بالولن. يبقى انا في الحالة دي القطن هخليه وولن، والورستد هخليه وولن. وطبعا احنا حفظنا هخليه وولن ازاي، عن طريق ايه؟ عن طريق قانون النمرة المعادلة. يبقى هقول له كده النمرة المعادلة، تمام، ونطبق القانون اللي هو بيقول لي ايه؟ النمرة المعلومة في طول شلتها على طول الشلة للنمرة المطلوبة. النمرة المعلومة الأولانية عندي كام؟ 32. طب نوعها ايه؟ نوعها قطن، يبقى بضرب في 840. وانا عايزاها ايه؟ انا عايزاها وولن، تبقى 256، واحسبها هتطلع 105 وولن. يبقى انا كده خليت له اول خيط، بدل ما هو 32 خليته له 105 وولن. طب التانية، يبقى النمرة المعادلة التانية، النمرة المعادلة التانية كانت نمرتها كام؟ كانت نمرتها 48، ونوعها ايه؟ ورستد، يبقى فيه 560، وانا عايزاها وولن، تبقى 256، طلعت لي برضو 105 وولن. يبقى انا عندي هنا الرسمة بقى الصح بتاعتي، ان هم بقوا ثلاث خيوط اهم، الاولانية 105 وولن، التانية 105 وولن، والتالتة عندي بقت 35 وولن. بصوا احنا وصلنا المسألة ازاي، ان التلاتة بقوا وولن وعايز ناتج التطبيق، بس الاولى والتانية زي بعض، يعني 105 و105. يبقى هقول له ناتج التطبيق الاول اهو، بيساوي النمرة المفردة على عدد الخيوط. النمرة المفردة عندي هنا كام؟ 105 و105، يعني 105 اهي، دي النمرة المفردة على عدد الخيوط. هما كام واحدة؟ هما اتنين. يبقى انا كأن خدت انا اول اتنين كده اهو مع بعض، وطلعت منهم خيط. الخيط اللي انا طلعته ده نمرته كام؟ 52.5 وولن. يبقى دي هتساوي 52.5 وولن، تمام. بس انا عندي لسه في خيط اهو، لسه في خيط تاني اهو، يبقى انا لازم هعمل له عمليه تطبيق نهائي اهو عشان اطلع في الاخر. يبقى هقول له ناتج التطبيق النهائي، ناتج التطبيق النهائي. انا عندي النمرة الاولى كام؟ ايوه 52.5 اهي، في النمرة التانية كام؟ 35 على 52.5 زائد 35، هطلعها 21 وولن. يبقى الناتج النهائي اللي طلع لي فوق هنا طلع 21 وولن. طبعا مسألة كبيرة لكن سهلة لو احنا فهمناها كويس. كانت عايزة ناتج تطبيق، اهم حاجة هو كان عايزها بايه؟ بالولن. كان عايز ناتج التطبيق بتاعي يبقى بالولن، بس مديني تلات خيوط، الاولاني ورستد، الاولاني سوري قطن، التاني ورستد، والتالت مديني ليه طول ووزن. يبقى انا في الحالة دي هعمل ايه؟ القطن حولته لولن، الورستد حولته القطن لولن، وعندي الولن ده طول ووزن، فجبت له النمرة بتاعته، خليت التلاتة بقوا وولن. لما بقى التلاتة وولن بالشكل ده، بقى سهل عليا ان انا اجيب ناتج التطبيق، لان انا حولتهم كده للحالة التانية، واول اتنين كان ينطبق عليهم الحالة الاولى اللي هي اتحاد الخامات واتحاد النمر، وبعد كده جبت ناتج تطبيق اول، وبعد كده خدتهم مع بعض وجبت ناتج التطبيق النهائي. كده مسألتنا دي خلصت. طيب نبدأ بقى نبص مع بعض هنا على التمارين بتاعتي اهي. انا عايزه بقى نستعد كده ونكتب مع بعض كده، نحضر ورقه وقلم بحيث ان احنا نبدا التمارين دي، وعايزه ان شاء الله الاجابات تجي لي على الحلقه، ونشوف ايه اللي صح وايه الغلط، ونبدا نوجه الطلبه بتوعنا. اول تمرين بيقول لي اوجد ناتج تطبيق، اوجد ناتج تطبيق. ناتج تطبيق ايه؟ ثلاث خيوط بترقيم القطن، الاول نمرته 40، والتاني نمرته 50، والتالت نمرته 80 وولن. بس هبص الاول هو عايزها بايه؟
عايزها بالقطن ومديني 3 خامات. اول خامه عندي حرير، قلت انا عندي ال 40 حرير هتبقى هي 40 قطن، وعندي ال 50 قطن هتبقى زي ما هي لان هي قطن برضو، وعندي اخر حاجه 80 صوف وولن دي اللي انا هحولها وتبقى قطن عشان يبقى عندي الثلاث خيوط بتوعي قطن واقدر اجيب ناتج التطبيق بتاعي. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا معانا وفهمتوا الدرس كويس، وغالبا احنا وصلنا كده لنهايه حلقتنا، فاتمنى ان انا اشوفكم على خير باذن الله، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. مستنيه ايميلاتكم وردودكم على الحلقه، وان شاء الله اشوفكم ناجحين باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.